عليكم البنات، كيف نتمنى نتمنىكم تكونوا مزيانين وبخير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تيما ستار. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم حقيبه الولاده. غادي نشارك معكم شنو جمعت عن تجربتي الاولى والثانيه. نشارك معكم فقط داكشي اللي ضروري واساسي لاي ام خاصها تديه معاها. ديجا في الحماله ديالي الاولى كنت جمعت شي حويجات صراحه ما احتاجيتهم شي، ولكن في هذه الحماله غادي تكون عن تجربه، غادي يكونوا حويجات غير اللي مهمين واللي غادي تحتاجوا في ديك اليومين وصافي. بالنسبه لي انا البنات راني جمعت الباليزه ملي دخلت في 9 شهور، ولكن عاد كتب باش نشارك معكم. انا دابا باقي لي غير سيمانه ان شاء الله ونخرج شهري، يعني غير في هاد السيمانه غادي نولد. فهذا ما كان بالنسبه لكم البنات تدخلوا في اسبوع 36 في 9 شهور، يومين الاولى في 9 شهور جمعوا الباليزه حتى ما كتعرفش شنو غادي يوقع لكم. المهم بالنسبه لهاد الباليزه اللي غادي نشارك معكم غادي تكون ديال الولاده الطبيعيه. بالنسبه للناس اللي غادي يولدوا سيزاريان، الحاجات اللي خديت انا كتاخذوا منهم جوج مرات، بحال مثلا بيجاما ناخذ وحده نتوما تاخذوا جوج، الحويجات ديال الترابيه ناخذ انا جوج نتوما تاخذوا اربعه. يعني هذا هو الفرق بين الولاده الطبيعيه والولاده السيزاريان، حيت السيزاريان كتزيد تجلس يومين ولا 3 ايام مور الولاده الطبيعيه. يعني الولاده الطبيعيه كتولد هاد النهار كتخرج لغدي، السيزاريان لا كتبقى 3 ايام. فهذا ما كان، فدعواتكم لي ليا البنات ما باقي لي شي بزاف. واش نوريكم شنو كاين في الباليزه. غير قبل ما نبدا هذا الفيديو، عارفه متبعيني شي رجال من العائله للتشجيع، فكنقول لكم هذا الفيديو غير بلا ما تفرجوا فيه احتراما ليكم وليا، حيت غيكونوا شي حويجات خاصين بالنساء. فمعليش هذا الفيديو غير دوزوا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف. هاد الجهه فيها حويجاتي وهاد الجهه فيها الحوايج ديال الترابي. هانتوما غتشوفوا الطريقه ديال الطوا والتستاف كيفاش مستفه، وانتوما كتشوفوا الحويجات. بالنسبه لهادي نبداو اول حاجه الكاشه. هاد الكاشه ما خديتهاش صراحه جديده، كان ديجا عندي من ولدي كينان. وهاد اللون كيمشي للبنيسات والوليدات، صافي خديت لها كويشه. هادو اللي كتهبطوهم معكم ملي كتبغيو تولدوا ضروري هادشي، الكاشه ضروري منها. صافي هنايا خديت جوج فويطات، وحده ليا وحده ليا. هنايا خديت جوج لبيسات، البيسه اللي غادي تلبس مي غادي تتزاد، والبيسه كتلبسها لغدي مي كتبغي تخرج للطبيب. غادي نشارك معكم البيسات. المهم هذه الاولى، هذه اللي بغيت نلبس لها الاولى ان شاء الله. هانتوما شوفوا الطريقه ديال الطوا ديالهم، باش ملي كيجيو هما يبدلوا لهم كتجيهم سهله، يعني ما كيلقاوش كتبقاش كل بياسه فيهم ترشه. يعني هنايا كتجمع البيسه معها ليكوش ديالها معها كلشي. المهم كاين طربوش، كاين ليكوش، كاين صوفيطما ديال السماطي، كاين سروال ديال القطن، وكاين هاد السروال هذا كيتلبس مع كسيوه. وبالنسبه للبوديات كاين هاد البودي وكسيوه، هاد الكسيوه هي اللي غتلبس ان شاء الله. صافي يعني ها كتجي هما اصلا ملي كيبغيو يلبسوا كيلقاو الحوايج مستفين كيمشيو دقه دقه. يعني هادي كسيوه، هنا بودي، هنايا صوفيطما، من تحت كيكون السروال، والسروال الاخر هذا اللي تلبس من يجي باين زعما، و ليكوشه و طريب. صافي يعني هما ملي كيجيو يلبسوا كيبقاو يجبدوا بالترتيب. صافي غادي ندير لها هكا وغادي كنجمعهم هايدا ونخليهم هنايا. هادي اللبسه الاولى، نوريكم الثانيه. هادي ان شاء الله ملي تكون خارجه من الطبيب الا كانت وسخات هادو ولا تقيات عليهم. اصلا انا نقول لكم ما كتجلسوش زعما في الطبيب بزاف. صافي اللبسه الثانيه فيها عاوتاني الطربوش في الابيض، فيها ليكوش ديالها، فيها سريول ديال القطن، فيها صوفيطما، فيها بودي، وفيها سالوب مونو. هذه اللبسه الثانيه. صافي والطوا بنفس الطريقه، يعني باش كيمشيو هما اصلا ملي كيبغيو يلبسوها
كيمشيو بالترتيب، ما كيتخربقوش. وليكوش ضروري كل حاجة فيها ليكوش ديالها. صافي نجمعو ليديدات هكا. وصافي هذه اللبسة الأولى، وهذه اللبسة الثانية. اللي خديت ليكوش احتياط، ثلاثة احتياط، خديت الرضاعة وهنايا فويطات وريتهم لكم. وصافي والكويش هادو اللي غادي تحتاجو، يعني ضروري ما عندكم ما تنقصو منهم. هاد الباليزة كتهبطوها معاكم ملي كتبغي تولدو، يعني ملي كتبغي تولدو باش هي كتولدي كيبدلولك ليك وكيبدلو الترابيب دقة واحدة، سواء في الطبيب ديال الدولة ولا الطبيب ديال الكلينيك. بالنسبة أنا هاد المرة غادي نولد إن شاء الله في الكلينيك، مقدرتش نولد في الطبيب ديال الدولة الصراحة من التجربة ديالي الأولى. المهم بالنسبة هنايا عملت الفوات الصحية ديال الأم. وتقدروا تاخذوا واحد، المهم خديت هنايا 4 تقريبا. تقدروا تاخذوا البنات، ماشي تقدروا، من الاحسن خذوا واحد ليكوش طايه كبيره بالنسبه لي غادي يولد طبيعي. كيعملوه لك النهار الاول، ما كيعملوه لك مباشره مور، عفوا مور الولاده، من بعد كتعمل غير هاد الفوات الصحيين. وبالنسبه للناس السيزارين كياخذوا غير ليكوش الاخر، انا نوريه لكم، ما كياخذوش هاد الفوات، يعني كيستعملوا في الاول ليكوش الاخر، انا نجيبو نوريه لكم. هذا البنات ديال المهم طايه كبيره، هذا كتستعملوا الا كنتي غتولد طبيعي، كتستعملوا غير المره الاولى مور ما كتولد فاش كيبدلوا لك. الا كنتي غتولد سيزارين كتاخد هادو، ما كتاخدش فوات صحيين اخرين، حتى كتخرج من الطبيب عاد كتستعملوا. صافي بالنسبه ليا انا هنا نتوما كتشوفوا تستيفه، خديت بانطوفا، خديت هنا بيجاما سخونه بالبينوار. هادو اللي خديت زعما من الحوايج القدام، ماشي من الحوايج ماشي من اللي خديت جدادين، هادو ديجا كانوا عندي وصافي خديتهم. صافي هنايا بينوار طويل سخيخل، وهنايا البيجاما ديالو كتجي طويله حتى هي سخيخنه. هنايا الشال في البيض، شال هنايا حويجات بويض، كاين هنا سوفيت ماتس ماتي، كاين بودي في البيض دلقطن، وسروال في البيض دلقطن. هادو ضروري البنات ملي كتولدو باش كتلبسوهم رطبين وفي نفس الوقت سخيخنين. ضروري تحضيو راسكم من البرد في داك الايام الاولى. فصافي هنا سوفيت ما بودي وسروال في البيض. هنايا ملابس داخليه، هنا تقشرات في البيض، وواحد السبنيه ديال حياتي ولا الدره ديال حياتي. صافي يعني هادشي اللي غادي نحتاجو، يعني الام كتبدل مثلا ملي كتولد لا غادي كتخرج في حاله، صافي يعني حتى كتجي للدار وتدوش وتبدل، يعني ما تديوش كتر من بيجاما وحده الا كنتو غادي تولدوا طبيعي. الا كنتو غتولدوا سيزاريان هادشي كتاخذوا من جوج مرات. صافي بالنسبه للترابي خديت له الرضاعه وريتها لكم، خديت هذه الحايه. وصافي هاد الدروسه خديت فيها القطن، هاد القطن كنديرو في الحلامه على حساب الحليب، وفي نفس الوقت باش كنعمل واحد البومادة انا غنخلي لكم صورتها، باقي ما جبتهاش مول البرق اللي ما عنديش عاد يجيبها لي، انا نخلي لكم صورتها. مزيون البنات الحلامه ديال الصدر باش ما كتشقق لك، ما كتحرقك، ما حتى شي حاجه، ضروريه هذه البنات ضروري تاخدوها. انا في الاول كنت عانيت واحد السيمانه، ومن بعد ما خديتها عاد الرحمه سيدي ربي ما تعملوا لا زيت لا حتى شي حاجه، الزيت غير كيزيد يشقكم وصافي. المهم هادو منيت كنمسح بهم ولا شي حاجه وصافي. هنا لا تروسه خديت فيها شويه المسائل الشخصيه مثلا نتيسر شويه باش نحيدو الصفوره وصافي. وبالنسبه للشيته ديال السنينات وداكشي باقي كنستعملو، ما نقدرش ناخذهم دابا. صافي هادشي اللي مهم البنات في الباليزه واللي ضروري انكم تديوه. الا كنتو كدوشوا في الطبيب مثلا ما كنتوش في المغرب، اولا كاين حتى سبيطارات في المغرب كدوش الام، خذوا فوطه جيل دوش مشيطه ديالكم. المشطه انا باقي ما خديتهاش وصافي. اما ديك بارفان ديودورو داكشي ما كتستعملوش ديك 15 اليوم الاولى ما كتستعملوهمش،
على حسب صحه البيبي وداكشي باش حتى كيكتسب شويه ديال المناعه وصافي. هادشي اللي كتحتاجوه وحاجه اخرى الدفتر الصحي ديالكم وفيه التحاليل الاخرى اللي كيعطيك حتى شمي كتبغي تولد بالنسبه للكلينيك في السبيطار الدوله ما كيديروهاش حيت انا ملي كنت مشيت ما كانوش عطاوها لي. كتمشي حتى كيشدك الحرق وكتولد. الطبيب اللي كتكون متبعه معاه لا يعني ملي كيحدد معاك مواعيد الولاده كيعطيك دير واحد التحاليل ضروري. هاد التحاليل ملي كتمشي تولد الا ما ديتيه الشهاده في يدك ما غاديش يولدوا. صافي فيه جوج تحاليل والدفتر الصحي ديالك والطابع وداكشي ديال الطبيب باش يدخلوك للكلينيك وصافي. كانت هذه هي الباليزه البنات. هادشي هو اللي مهم الصراحه اللي غادي تحتاجوه. الا كانت شي حاجه اخرى راك ما غتحتاجوهاش. وامور الطب ديال الوجه انا باقي ما درتوش في الدروس حيتاش كتستعملوا ضروري مرطب ديال الوجه ومرطب ديال الشنايف حيتاش كتفقدوا واحد الكميه كبيره ديال الدم وديال الماء والجسم كيبقى يعاني من الجفاف فكيرجع فمك مشرقن ولا جاف وكترجع البشره جافه. فضروري تاخذوا المرطب ديالكم مرطب ديال البشره مرطب ديال الشنايف وصافي مشيطه ديالكم. يعني هادشي هو اللي مهم. فويتا هكا الا بغيتو انا خديتي هاد الصغيورين وصافي. هادشي هو اللي تاخدوها البنات ضروري. نتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم. باش ما ننساش الناس اللي غادي يولدوا سيزارين كتاخدو معكم الحليب قرعه ديال الحليب داك بودره ديال الحليب كيستعملوها لهم يعني كيعطيوهم يرضعوا حيتاش الام ما كتقدرش ترضع داك اليومين الاولى. بالنسبه اللي غادي يولدوا طبيعي فبلاش اصلا غتخرجوا يعني قلت لكم غير نهار وتخرجوا في نفس الوقت راه كيعطيوكم انكم ترضعوهم. فصافي هذا ما كان. نتلاقى ان شاء الله في شي فيديو جديد. دعوا لي بالفكاك على خير ما بقاليش بزاف ما بقى قد ما فات. والله يسهل على كل واحد بالذريه الصالحه والله يعطي كل واحد ما كيتمنى في حياته. وهذا ما كان ونتلاقى في شي فيديو جديد. السلامه.